ما معنى المجادلة في الحج؟ وهل البيع والشراء من المجادلة؟ ولا جدال في الحج، المراد بالمجادلة التي لا فائدة فيها، المجادلة التي لا فائدة فيها الممارات أو في أمور الدنيا، لأنها تشغل عن الذكر وعن التلبية. أما المجادلة بالحق وبيان الحق ورد الباطل فهي واجبة. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا عام في الحج وفي غيره، لبيان الحق ورد الباطل. أما الجدال الذي لأجل الدنيا أو لأجل المغالطة أو الممارات هذا لا يجوز، لا في الإحرام ولا في غيره، لكن في الإحرام أشد، لأنه يفوت على المسلم فرصة العبادة وفرصة التلبية والذكر. نعم.